اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل حاجه حلوه قوي هيحبوها كبار وصغيرين. البسكوت ده عايزه اقول لكم ان هو طعم طعامه، يعني مفيش احلى من كده. هنعمل كميه كبيره زي ما انتم شايفين، وكمان اقتصادي جدا، وهنحشيه حشوه كراميل بطريقه احترافيه جدا. يعني عايزاكم تجربوا الوصفه دي، ولو عجبتكم الوصفه اعملوا لايك وتابعوا الفيديو للاخر، وكمان اعملوا شير كتير عشان غيركم يستفاد، واشتركوا بقى في القناة عشان تشوفوا ان شاء الله كل جديد هنزله. يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه. اول حاجة كده عندي في الوصفة، عندي كوباية من الزبدة، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكون طرية شوية، لو مش طرية ممكن ندفيها شوية. كمان ربع كوباية من الزيت، وكوباية من السكر، وعندي نص كيلو دقيق، وعندي بيضتين ورشة من الملح، ومعلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، وكمان فانيليا. اول حاجة هنعملها ان احنا هناخد كده السكر مع الزبدة، مش هنستخدم طبعا في الوصفة دي مش هنستخدم مضرب كهربي ولا اي حاجة خالص، انا هستخدم المضرب اليدوي فقط. ممكن كمان تستخدموا ايديكو او معلقة او شوكة او اي حاجة، يعني وصفة في منتهى السهولة ما فيهاش عقد كتير، يعني ملكوش حجة وهتقوموا تعملوها حالا من جمالها وسهولتها. شايفين الزبدة طرية ازاي؟ طبعا احنا في الجو الشتاء ده لو لقيتوها ناشفة شوية كده ممكن على حمام بخار هتلاقوها طريت كده شوية، علشان كمان تقدروا ان انتوا تضربوها مع السكر بكل سهولة. هلفها كده بالمضرب مع السكر زي ما انتوا شايفين، وهحط بقى الزيت علشان يسهل معايا الضرب. ربع كوبايه من الزيت. طبعا هسيب لكم المقادير دي كلها في صندوق الوصف، وما تنسوش كمان هسيب لكم لينكات لوصفات تانية في صندوق الوصف شوفوها، وهسيب لكم كمان اللينك بتاع الصوص اللي هنستخدمه في الفيديو ده. هنا ضربت السكر مع الزيت مع الزبدة، ضربتهم كده زي ما انتم شايفين لمدة دقيقة واحدة بس، وكفاية جدا. شايفين بكل سهولة ضربتهم كده مع بعض، بيغير لونه، يعني حاجة بسيطة كده، بيبقى بدل ما هو أصفر بيبقى أبيض. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ في المرحلة دي بقى هنزل البيضتين، نزلوهم مع بعض مش هتفرق، وهنضرب برضو كده كويس جدا لغاية ما يختلطوا كويس جدا مع بعض. شايفين؟ طبعا الزبدة اللي انتوا حابينها استخدموها في الوصفة دي، اي نوع انتوا بتستخدموه اوكي هيبقى تمام جدا. عايزين تستخدموا بدل الزبدة تستخدموا زيت اوكي برضو هتبقى كويسة، بس قصدي تستخدموا سمنة هتبقى كويسة، وزيت برضو هتبقى كويسة لو استخدمتوا زيت بس احسن وافضل نتيجة اللي هي بالزبدة، بجد تحفة جدا بالزبدة. هنضربها كده كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى ننزل الدقيق. طبعا متعودين ان في اي بسكوت بننزل الدقيق واحدة واحدة، يعني بننزل الكمية كلها وبنسيب شوية كده علشان العجينة ما تنشفش مننا، ونضطر ان احنا نحط سوائل، وفي الاخر يطلع عندنا بسكوت بيعضعض كده ويبقى ناشف على السنين، ما بيبقاش حلو خالص، بيبقى عايز الرمي الصراحة. فاحنا بننزل كده الدقيق واحدة واحدة، وطبعا حطيت البيكنج باودر مع الدقيق، وبنلم العجينة بصوابعنا بس لغاية ما العجينة بتسيب ايدينا كده زي ما انتم شايفين، وده بيبقى القوام بتاعها، ما فيهاش عرق خالص، جميلة جدا. لو حاسين العجينة محتاجة انها تدخل التلاجة اوكي ممكن تدخلوها، بس الجو كان ساقعة ما دخلتهاش التلاجة خالص، اشتغلت فيها على طول. هبتدي بقى كده ان انا افرشها على المفرش السيليكون، وهحط كمان ورقة زبدة عشان تسهل معايا الفرد وما تفضلش انها تلزق في المردانة بتاعتي اللي بفرد بيها. فانا حطيت بقى ورقة الزبدة كده، ممكن تحطوا كيس نايلون كيس بلاستيك، وهتجيب القطاعة العادية خالص، ما عندكوش القطاعة دي قطعوا بكوباية، يعني مفيش أسهل من كده، محدش يا جماعة ليه حاجة خالص، تقوموا تعملوها حالا. الوصفة دي بجد ممتازة، عجبت الأطفال جدا جدا. دي أول تقطيعة هنقطعها مع بعض، إن احنا بنعمل فراغ كده في النص، عملتها بقمع عادي خالص، عندكم غطاء إزازة ممكن برضو تعملوا الفتحة أو الفراغ ده بيها، يعني عادي خالص اتصرفي، حاجات بسيطة جدا مش معقدة خالص. ده أول شكل عملته. هعمل بقى الشكل التاني اللي هو من غير فتحة، طبعا أنا دهن الصاج بتاعي دهناه دهن الزيت كده، وهرص عليه بقى كل اللي أنا بطلعه ده، بتطلع بكل سهولة العجينة. عايزين تفردوها بشوية زيت، يعني تدهنوا المفرج ده زيت أو ترشوا رشة دقيق عشان يبقى سهل الفرد.
هنا بقى بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، بعد كده بدخله في الرف الأوسط بيقعد 20 دقيقة على درجة حرارة 180 بس يا جماعة، 20 دقيقة بيكون حمر. ممكن أشغل في الآخر الشواية من فوق وبيبقى زي الفل، شايفين فاتح جدا ولونه حلو وهادي كده. ودي كل الكمية اللي طلعت من نص كيلو، كمية حلوة قوي، طلعت معايا كمية كبيرة، كفة الولادة عندي كفتهم يجي 3 أيام كده، وما شاء الله يعني طعمها كان تحفة، لازم تجربوها. في المرحلة دي بقى هنبتدي ان احنا نشكل مع بعض. عندي هنا صوص الكراميل، صوص الكراميل ده كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، ياريت تدخلوا تشوفوها، انجح واحلى واسهل طريقة صوص كراميل عملتها، بجد تحفة مش بستغنى عنها. وكمان لو انتم مش عايزين تعملوا صوص ده، مع انه سهل جدا في منتهى السهولة والفيديو قصير وهتستفادوا منه كتير ومش هتبطلوا اصلا انكم تعملوه، لو مش عايزين تعملوه ممكن تشتروه جاهز خالص عادي خالص يعني. شايفين بلزقهم كده في بعض وبحط كده في الفراغ اللي في النص ده كراميل، دي بقى الحتة بقى اللي بتبقى طعمها يجنن بقى، بتبقى مليانة كده كراميل وتحفة. هنا سيحت برضو شوكولاتة للي هم حابين ان هم يغيروا الحشوة ويعملوا شوكولاتة، وكمان عشان النوع للأطفال يبقى فيه حشوة شوكولاتة وحشوة كراميل. هنا خلصت الكمية، عملت 25 قطعة تقريباً 25 قطعة، كمية كبيرة جداً من نص كيلو، من نص كيلو دقيق، عايزة تضعفي الكمية براحتك جداً، عيشي حياتك عادي خالص من حلاوته بجد والله، هتعملوه كتير جداً. هنا سيحت شوكولاتة على حمام مية، الشوكولاتة دي مش شوكولاتة خام، شوكولاتة بالحليب، طعمها حلو قوي. طبعا الشوكولاته اللي انتوا تفضلوها ممكن تعملوها كمان بشوكولاته بيضة. جبت كمان هنا ورقه زبده عشان احط عليها البسكوتات اللي هطلعها من الشوكولاته عشان تطلع معايا بكل سهوله، شايفين بغطسها كده وبملاها كلها عشان يبقى شكلها حلو في الاخر. وبالشوكه طبعا، الشوكه بتسهل علينا انها بتنزل اي زيادات في البسكوته. هنا خلصت بقى كل الكميه وهسيبهم ينشفوا، وبعد كده هخرجهم من ورقه الزبده بكل سهوله، واي زيادات كده شيليها بايديكي لو في زيادات في البسكوته. هنا بقى حبيت ان انا اعمل شكل كده من فوق، طبعا التزيين ده بقى براحتكم خالص، عايزين من غير اي حاجه، من غير الخطوط الشوكولاته دي تاكلوها كده برضو بتبقى تحفه، شايفين بس على فكرة بتديها شكل يعني فخم جدا، يعني تبقى شبه البسكوتات اللي بتتباع في كارفور والأماكن اللي هي المحترمة دي، بتتباع الحاجات دي وبتبقى غالية جدا. عايزة أقول لكم أن البسكوت الكمية دي كلها تقريبا ما كلفتنيش أكتر من 25 جنيه، 25 جنيه بس يا جماعة، عملت معايا الكمية الحلوة العظيمة دي، كمية حلوة قوي، لو اشتريتهم من بره كده هيبقوا اغلى من كده. وكمان البسكوتة اللي بتتباع بره بتبقى اصغر من كده، يعني انتي لو صغرتي الكمية هتطلع معاكي ضعف الكمية دي، لو صغرتي قصدي حجم البسكوتة هتطلع ضعف الكمية دي، هيطلع معاكي 50 حبة، انا عاملاها كبيرة كده وكلفت معايا 25 جنيه، يعني مش حاجة خالص، وشايفين شكلها تحفة، وخصوصا كمان الاطفال حبوها جدا، يعني بجد اتبسطوا جدا من طعمها وقالوا لي فعلا يا ماما احلى من احلى بسكوت كلناه من بره قبل كده، وعجب كبار وصغيرين. وعايزه اقول لكم ان انا ما عملتش كل الشوكولاته، ما غلفتهاش كلها، يعني في جزء تاني ابيض انا سبته كده يتاكل كده يعني بس كده. الفيديو خلص ودمتم في حفظ الله.